ومتابعة للمواقف الروسية بشأن هذا الاجتماع التحضيري لعقد قمة سلام وبحث ومناقشة مطالب أوكرانيا، المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس الأمريكي والقراءة الروسية. معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن كييف مراسلنا عامر العروقي. أبدأ معك أريج، الكثير من الردود المتفاوتة بشأن الموقف الأمريكي، قمة الدوحة، وإلى أين يتطلع العالم، وأي دور للصين كوسيط مع المجتمع الدولي بشأن العودة إلى السلام؟ روبير، رغم غياب ردود روسية رسمية صريحة فيما يتعلق بما تنشره وكالة بلومبرغ عن طبعا نية لعقد مثل هذا المؤتمر بغياب طبعا روسيا فيه، يمكن الاستدلال من خلال مواقف روسية رسمية سابقة طبعا في مواقف مشابهة. طبعا ما تفكر وكيف تنظر موسكو إلى مثل هذه الفعاليات ومثل هذه المحافل؟ موسكو قالت مرارا وستكرر ربما هذا الأمر مرارا أيضا أنها ترى أن كل المحاولات وكل المبادرات، مع الاحترام لها جميعها، للتسوية في أوكرانيا، والتي تستثني المشاركة الروسية والتي تستثني الرجوع إلى ما كانت تتحدث به موسكو قبل البدء بالحرب في أوكرانيا، وحتى مضيها خلال ما تسميه بالعمليات العسكرية فيها، وحتى الوقت الراهن ما تتحدث به من مطالب أمنية طبعا لا يمكن لها أن تتراجع عنها فيما يتعلق بعلاقاتها مع الغرب على المستويين الأمني والعسكري. طبعا كل القمم والمبادرات التي لا تأخذ بكل هذه المطالب وما تقول به موسكو والمشاركة الروسية ستبوء بالفشل، تقول موسكو، وأنها ستبقى طبعا حبرا على ورق وحوارا لمجرد الحوار الذي لن يؤدي إلى ولن يفضي إلى أي نتائج عملية لغياب الموافقة الروسية. فيما كنت قد سألت عنه روبير بخصوص الدور الصيني، بالفعل هناك تعويل روسي على هذا الدور، على دور إيجابي صيني، ولطالما كانت موسكو قد تحدثت على لسان الرئيس الروسي وعلى لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، الذي نتذكر كان قد زار قبل فترة وجيزة بكين طبعا، والتقى مسؤولين صينيين على رأسهم الرئيس الصيني ووزير الخارجية. طبعا موسكو تنتظر أو تعول على هذا الدور الإيجابي الصيني من خلال اتصالاتها واستمرار علاقاتها على في إطار المحافل الدولية مع الدول الغربية، بما في ذلك في إيصال المطالب الروسية وإيصال رسالة موسكو الرافضة لصيغة زيلينسكي للسلام التي ينادي ويرجع إليها وترجع إليها الدول الغربية في هذا الإطار، والدفع باتجاه الرؤية الروسية وما تراه موسكو موضوعيا وبناء في هذا الإطار في إطار التسوية. عامر، هنالك نقاط ثابتة لدى أوكرانيا. كييف تتلقى حزمة مساعدات ضخمة جدا من الولايات المتحدة عبر إقرارها في الكونغرس. إلى أين يمكن يعني الذهاب بين الذهاب إلى مفاوضات سلام والتعزيزات العسكرية على الجبهات؟ نعم روبيل، عمليا الجانب الأوكراني متمسك بالعشر نقاط التي طرحها الرئيس فولاديمير زيلينسكي قبل عام، وهي احترام السيادة الأوكرانية وعودة الحدود العام 1991 وانسحاب القوات الروسية من كل المناطق التي تسيطر عليها. وتقاطعت هذه المبادرة التي طرحها زيلينسكي مع ما طرحه الجانب الصيني كذلك، ولكن الانتكاسات التي حدثت على خطوط الجبهة خلال الأشهر السابقة ربما رجحت الكف إلى الجانب الروسي، لكن في ظل هذه المساعدات الجديدة التي طرحها الكونغرس الأمريكي وافق عليها الكونغرس الأمريكي وأيضا المساعدات البريطانية، ربما كل ذلك يأتي في ظل تقوية أوكرانيا من جديد بأن يكون لها دور حاسم في محادثات السلام وتكون قادرة على تنفيذ خطواتها العشرة، إما بالاتفاق على هذه الخطوات عن طريق الحل الدبلوماسي أو المواجهة الجديدة، وهو ما يقول عنه الجانب الأوكراني بأن أوكرانيا ربما تكون خلال الشهر المقبل قادمة على مواجهة جديدة مع الجانب الروسي في حال فشلت كل مساعي الدبلوماسية في إنهاء هذا الصراع. روبير، من كييف مراسلنا عامر العروقي، ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد، وهذه المتابعة لملف الحرب الأوكرانية.